السلام عليكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد على القناة. إن شاء الله غادي نقترح عليكم فطيرة بشكل حلزوني، مكونات جد جد مضبوطة وناجحة من أول تجربة. إلى بغيتو تعرفوا معايا على المقادير والطريقة، مالكم غير تابعوا معايا خطوات الفيديو من الأول حتى الأخير. كيف ديما حبايبي ما تنسونيش من البصيمة وكذلك تعليق، شاركوني الآراء ديالكم. خليتكم معايا في الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة. على بركة الله غادي نبداو بأول حاجة واللي هي العجين. غادي نحتاج 200 غرام ديال الدقيق الأبيض أو الفورص. هنا 200 غرام غادي تعطيكم جوج ديال الكيسان بالعبارة العنبة، ضروري ما كنغربلوهم من قبل. أنا عطيتكم هنا الكمية محدودة على حسب الحشوة اللي أنا دايرة. غادي نحتاج واحد مرقة كبيرة ديال السكر سنيدة أو سكر خشن، تقدرو تعوضوها بالعسل إلا بغيتو. غادي نحتاج واحد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو خميرة العجين، وبطبيعة الحال الخميرة راه كنمشيو على حسب الكمية ديال الدقيق وأيضا على حساب الجو كيف راهو داير. غادي نحتاج هنا واحد جوج ديال المعالق ديال زيت المائدة أو زيت نباتية، وغادي نضيف الملحة حسب الذوق. إلا بغيتو ديرو كونتيتي كتيرة ديرو دوبلو العجين. صافي غادي نجمع العجينة بالحليب دافي. هنا تقريبا استعملت كاس ونص، راه غادي نشوفو واش غادي ندخلها كاملة ولا لا. المهم العجينة خاصها تكون مرخوفة شوية، ما تبالغوش في الأول في الحليب، عينكم ميزانكم يعني كتخول الحليب تدريجيا حتى تجمع ليكم العجينة، ما تكونش قاصحة وفي نفس الوقت ما تكونش مرخوفة بزاف فوت القياس. غادي نكمل العجينه ديالي دابا وغادي نرجع نولي معاكم البنات. هانتوما العجينه ديالي من بعد ما جمعتها، راكم شفتوا معايا الحليب اللي درت في الاول. صافي فقط كما قلت لكم كاس ونص كافيه باش غادي نجمعوا هذه الكميه اللي عطيتكم ديال الدقيق 200 غرام. هنا بالنسبه لي انا ما دلكتهاش بزاف لانني غادي نخليها تختمر. نتوما الا كنتو غادي تخدموا بها ديك الساعه يعني غتخليوها غير واحد 10 ديال الدقائق، من الافضل دلكوها. فبالنسبه لي انا باقا معطل عليها شويه، غير جمعتها صافي. وهداك الحليب اللي دخلت فيها راه ديجا رخفها من الاول، غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد ساعه ديال الماكينة عاد غادي نرجع نخدم بها. هنا غادي نخليها في هذا الاناء، ندير فيه شويه ديال الزيت كما شفتوا معايا راه كتلصق العجينه. ندير واحد شويه ديال الزيت في هذا الاناء صافي، وغادي ندير العجينه ديالي. انا غطي عليها ما نديرش ليها كاع تا بلاستيكه، غنغطي عليها غير بشي طبسيل وغادي نخليها تخمر حتى نسالي شحال هذا باش غادي نرجع لها. بالنسبه للحشوة غادي ناخذ مقلة غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، غادي نضيف شويه ديال الابزار، شويه ديال الكركم، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال التحميره، الملح حسب الذوق، بالنسبه للحشوه اختياريه حسب المتوفر عندكم في البيت، وديروا الحشوه اللي كتفضلوا. انا غادي ندير فلفله خضراء، غادي ندير فلفله حمراء، غادي ندير جزر مبشور في الجهه الغليظه، وغادي ندير حبه ديال الطماطم مقطعه قطع رقيقه بطبيعه الحال كنزول ليها الزريعه. غادي نشحر جميع العناصر في خضره، غادي نضيف عليهم لاصوص نيوكمون. بما انني انا الحشوه غادي نستعمل فيها الطون، غادي ندير لاصوص نيوكمون كيعطيها واحد النكهه خاصه لهاد الحشوه ديالنا. هنا بالنسبه للاخوات اللي متوفره عندهم يديروها، واللي متوفراتش عندهم ماشي ضروريه، غير هي خاصه بالسمك هادي. وردوا البال من ناحيه الملح، راه فيها النسبه ديال الملوحيه وكنستعملوا ديجا الملح، يعني ردوا البال منها. صافي غادي نسير على هاد الحشوه ديالي تشحر،
بنات هنا من بعد ما تشحرات لي الحشوه كما كتشوفوا كتنشف تماما، ما كنضيفو لها لا ما لا والو، فقط غير الزيت اللي درنا والتوابل اللي درنا هي اللي كتشحر فيهم وديك الصوص. هنا غادي نضيف واحد العلبه ديال الطون، انا كنستعمل طون ايزابيل، غادي نضيفها بالزيت ديالها الطون ديال مطيشه. تقدروا نتوما ديروا الطون ديال الزيت ولا كما قلت لكم ديروا الحشوه اللي بغيتوا. غادي نعاود نشحرها شويه معاها وكنشف لي كما قلت لكم من داك المرق صافي، غادي نطفي عليها نرفعها غنخليها ضروري تبرد مزيان عاد باش غادي نخدم بها مع عمركم. وديروا الحشوه وهي سخونه راه كتقطع لكم العجين ديالكم. نديرها ونجيبها حتى تنشف. هنا البنات العجينه ديالي من بعد ما اختمرت وغادي نقطعها على شكل كرات اللي غادي يكونوا بحجم صغير، ما ديروهمش كبار البنات لانهم كيطيحوا في الفران، كيزيد يرتفع الحجم ديالهم. وغادي نحاول نبسط الكرات ديالي هنا. غادي ناخذ واحد القياس ديال ملعقه ديال الحشوه، غادي نديرها بشكل طولي. هنا عندي جبن ساندويتش كنقطعو على شكل شرائط، اللي ما توفراتش عليه ما ديروش ماشي ضروري. صافي كنلف العجين ديالي بهاد الكيفيه، نحاول نضغط على العجين. كناخذ قطعه ديال بيتزا ولا موس ونحاول نقطع شرائط بهاد الطريقه صافي. وغادي ندور العجين ديالي الروليه، هنا ملي كنروليه كنحاول نضغط نقرص العجين مع بعضياتو غير باش ما يتحلش ليا وتقاد ليا ديك الرولاج ديال العجينه. صافي وغادي يكون هذا هو الشكل اللي غادي نتحصل عليه. هنا من بعد ما كملت الفطائر ديالي كناخذ هذا المول ديال الدجاج وغادي نوضع الفطائر ديالي بهذا الشكل كما هو موضح في الفيديو، وكنباعد ما بين الكره والكره باش ما كيبقاوش ليا خضر من الجوانب. المهم كما كتشوفوا معايا خليكم مع خطوات الفيديو باش تتابعوا معايا بالتدقيق كيفاش كنخدم هذه الفطيره. كنتمنى الطريقه تكون واضحه. فهنا ملي غادي نكملهم غادي ندهن ليهم الوجه ديالهم بالصفر البيض ونخلط القطرات من الحليب باش كيزول لي ديك السكوريه ديال البيض صافي. كندخلهم للفران دابا ان شاء الله بشكل نهائي. كتجي رطبه هانتوما، ما غاديش نحتاج نهضر لكم عليها، فانا قلبتها في هذا الصحن يمكن لكم تقطعوها غير في المول اللي طيبتوهم فيه. بطبيعه الحال غادي نقطع لكم باش تشوفوا معايا الشكل ديالها. طبسين معاك يدور، ها انتم البنات كيف كتجي شو. انا عاود نوريكم كيجي عجين اللي هو قطني ورائع. كما عودتكم دائما كنوريكم اي حاجه طيبتها كنوريها لكم. ها انتم جاوا بنانين البنات، والله كنصحكم بالتجربه ديالهم. كيف ما ديما الى عجبكم الفيديو مراحل تحضير وصفه اليوم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة مع تفعيل خاصية الجرس باش هكا يوصلكم كل ما هو جديد قناة فرح تيفي. خليتكم على خير، السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة وصحة وراحة.